لكم وشكرا لمختلف المنابر الاعلاميه اللي حضرت التغطيه ديال هاد الاحتفالات برسم السنه الميلاديه الجديده وتنزيل الاستراتيجيه ديال المديريه العامه للامن الوطني وعلى غير باقي القيادات الامنيه في ربوع المملكه. الامن الاقليمي بمدينه اسفي تحت الاشراف ديال السيد رئيس الامن الاقليمي تم وضع خطه محكمه اللي شاركت فيها مختلف المكونات والوحدات الامنيه الى جانب قوات المسلحه تقلق قوات المساعده. كل هذه الخطه شملت مختلف المحاور الرئيسيه الى جانب المحاور الفرعيه في المدينه كتغطيه امنيه لمحاربه الشوائب الامنيه، كما تم تعزيز نقاط ديال المرور بوحدات امنيه متنقله ومثابته من اجل محاربه المخالفات وزج المخالفات المروريه. كل هذه التدابير تم اتخاذها لضمان مرور هذه الاحتفالات في امن وسلام. وشكرا باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.